والثورة الثانية ثورة مصر، ولا نزال نعيش في ظل ثورتين. ندعو الله عز وجل أن يحقق آمالنا في نصرهما، ثورة ليبيا وثورة اليمن. واليوم وصل قطار الثورة إلى محطة كان لا بد أن يصل إليها، وهي محطة سوريا. ولا يمكن أن تنفصل سوريا عن تاريخ الأمة العربية. قال بعضهم إن سوريا بمنأى عن هذه الثورات، وكيف تكون بمنأى عن هذه الثورات؟ أليست جزءا من الأمة؟ أليست جزءا من سنن الله؟ ألا تدري عليها قوانين الله في الكون والمجتمعات؟ سوريا مثل غيرها، بل هي أولى من غيرها بهذه الثورات. ودائما كانت سوريا ومصر مقترنتين في التاريخ. حينما جاءت الحروب الصليبية أراد نور الدين محمود الشهيد الذي كان يشبه بالخلفاء الراشدين في عدله وزهده وشجاعته وحسن سيرته، هذا الرجل العظيم حينما أراد أن يحقق النصر على الصليبيين قال لابد أن